مرحبا بكم متتبعي متتبعات مدونة فورفلاي في هذا الدرس من سلسلة دروس سي اس اس، والتي سنرى فيه واحد من أهم قواعد سي اس اس وهي نظام الصندوق أو باكس موديل. وأهمية هذه القاعدة هي أنها من القواعد التي تستعمل في التحكم في عناصر الموقع مثل العرض، الطول، التوجيه، الحدود إلى غير ذلك. فأول شيء سنقوم به هو إنشاء الصناديق التي سنتحكم بها. دعونا ننشئها باستعمال قاعدة الديف. فسنعطيها كلاس يحمل اسم مثلا باكس، وداخلها نقوم بإضافة عنوان وفقرة. العنوان سنكتب أي شيء هنا، عنوان النص، ثم هنا سنقوم بإضافة فقرة. فلنشاهد النتيجة. run launch in Chrome. فهذه هي النتيجة، عنوان النص ثم فقرة هنا، وقد وضعناها داخل صندوق يحمل اسم ديف باكس. فأول شيء سنقوم به هو أن نضيف عنوان خلفي background color لهذا الجزء، أي الجزء كاملا باكس. فلنتوجه لل CSS، بطبيعة الحال class تبدأ بنقطة ثم اسم الكلاس، نفتح القوسين ثم نضيف باك جراوند رمز الهاش. فاللون الذي سنختاره، دعونا نختار أي لون، اف مثلا 60 ثم 00. لنشاهد النتيجة. كما تشاهدون هذا هو العنوان الخلفي لصندوق الباكس. بطبيعة الحال هنا كلاس باكس أضفنا قاعدة سي اس اس. دعونا نضيف كذلك عفوا الطول والعرض. فبالنسبة للعرض سنختار ويدث، مثلا نختار 300 بيكسلز. لا تنسوا أنه يمكنكم استعمال النسبة المئوية، مثلا 50% إلى غير ذلك. ثم العلو أو الطول لنختار 250 بيكسلز. تحديث. فكما تشاهدون هنا المربع أصبح عرضه 300 بيكسل والعلو 250. فعشوائيا بطبيعة الحال العناصر والنصوص تكون إلى اليسار، يعني تكون إلى اليسار. فبالنسبة للنصوص يكفي أن نضيف القاعدة التي رأيناها سابقا في درس النصوص، text align مثلا right ثم حفظ. فالنص هنا أصبح إلى اليمين. ثم لدينا قاعدة توجيه float، فهي تحتمل قيمتين، right لليمين ثم left لليسار. كما قلت آليا وبشكل عشوائي المتصفح يضع العناصر اليسار، فإذا أردنا وضعها لليمين سنقرأ على float right حفظ، وتم تحويل العنصر إلى اليمين. الآن سنتعرف على الحد، أي الخط المحيط بالمربع. فيتم كتابة border، نختار قيمة البوردر، مثلا نختار 1 بيكسلز. نختار نوع البوردر، هل هي خط متصل أم نقط إلى غير ذلك. لنجرب solid،
ثم لون الخط. فنجرب اللون حفظ. فكما تشاهدون أضفنا خط دائري وهو border للمربع باللون الأسود. لو قمنا بتغيير مثلا قيمة الحد مثلا 5 هنا، فكما تشاهدون حجم الخط تغير. وهناك الكثير من أنواع الخطوط المحيطة، مثلا نجرب الداشد. كما تشاهدون خط يعني متقطع تمت إضافته. وهناك كما قلت الكثير من الأنواع التي يمكنكم تجربة حاجة. دعونا نعيدها للسوليد. فهذه طريقة إضافة الحد. لكن إذا أردتم مثلا، لنفترض أنني أريد أضيف خط في الأعلى مثلا أو في الأسفل فقط أو إلى اليمين أو إلى اليسار، فهناك طريقة أخرى، هي أقوم بإضافة هنا border ثم عارضة، وأكتب مثلا الجهة التي أريد أن أضيف فيها الخط. مثلا لنضيف right أي إلى اليمين. كما تشاهدون الخط أصبح فقط على اليمين. يمكن كذلك أن نضيف مثلا هنا left، أو لنضيفه في الأعلى top. بطبيعة الحال هناك top bottom right left. حفظ. نشاهد النتيجة، الخط أصبح في الأعلى كما تشاهدون. الآن سننتقل للبادين والمارجين. البادين والمارجين، بالنسبة للبادين هي الفراغ الداخلي أو المحيط الداخلي، المارجين هو المحيط الخارجي. فلنبدأ بالمارجين. مثلا لنفترض أنني أريد إضافة مساحة هنا خارج الصندوق في الأعلى، أو لنقوم بإضافتها من جميع الجهات. مارجين مثلا لنضيف 20 بيكسل من جميع الجهات، يعني يمين يسار أعلى وأسفل. فشاهدوا التغيير الذي سيحدث. كما تشاهدون تمت إضافة 20 بيكسل هنا و 20 بيكسل هنا، 20 بيكسل هنا، وإلى اليسار كذلك 20 بيكسل. لو قمنا بإضافة مثلا 40، شاهدوا معي كما تشاهدون تمت إضافة مساحة أخرى هنا. أما إن أردت، هناك طريقة أخرى للتحكم في المارجين. هنا بطبيعة الحال أضفت 40 بيكسل، مما يعني أن جميع الجهات تحتمل هذه القيمة. فلنفترض أنني أريد أن أضيف لجهة معينة فقط، هناك طريقة، نفس الطريقة التي عملناها بالنسبة للبوردر. يمكن أن تعمل بوردر توب في الأعلى، بوردر بوتوم في الأسفل، أو الرايت اليمين، أو الليفت إلى اليسار، لكن باختيار مجموعة من القيم. فالقيمة الأولى ستكون للأعلى، القيمة الثانية لليمين، القيمة الثالثة للأسفل، والقيمة الرابعة لليسار. فلنقوم بإضافة 0 0 0 0. كما قلت الترتيب يبدأ من هنا من الأعلى، ثم اليمين، ثم الأسفل، ثم اليسار. يعني هنا 0 بيكسلز في الأعلى، 0 بيكسلز على اليمين، 0 بيكسلز إلى الأسفل، ثم 0 بيكسلز إلى اليسار. نحفظ نتيجة. فعاد المربع لوضعه الطبيعي. لنقول أنني أريد أن أضيف 60 بيكسلز في الأعلى فقط هنا. كما تشاهدون تمت إضافة المساحة في الأعلى فقط. ولنفترض أنني أريد أن أضيف مساحة أخرى على اليمين، فهنا كما قلت أعلى يمين أسفل يسار. سأضيف هنا مثلا 100 على اليمين، كما تشاهدون لدينا هنا 60 في الأعلى و 100 هنا على
اليمين، في الأعلى ثم 100 على اليمين. فلنقم بإظهار العنصر لتروا كيف تعمل القاعدة بشكل مباشر. هنا كما تشاهدون مارجين، فهنا اليمين لو قمت بإضافة كما تشاهدون، كلما ازدادت زدت من حجم البيكسلز كلما ابتعد المربع على اليمين. بطبيعة الحال يمكن أن أعود للصفر وسيعود المربع لوضعه الطبيعي كما تشاهدون. هنا الأسفل بطبيعة الحال لأن لدينا 60 بيكسلز لنضع صفر هنا، ففي الأسفل بطبيعة الحال لن تزداد القيمة لأن المربع ليس لديه مساحة يتحرك فيها هنا. ما يهم هو القيمة الأولى تتحكم في الأعلى، القيمة الثانية تتحكم في اليمين، القيمة الثالثة في الأسفل، والقيمة الرابعة في اليسار. فتذكروا هذا الترتيب، يعني على شكل دائرة، يمين عفوا أعلى يمين أسفل ثم يسار. هناك طريقة أخرى، يمكن اختيار قيمتين فقط. فلنفترض أنني أريد عندما أكتب هنا 20 بيكسلز ثم 10 بيكسلز، فهنا أختار يعني 20 للأعلى والأسفل ثم 10 لليمين واليسار. حفظ. فكما تشاهدون هنا تم التغيير. لدينا البادين وهي القاعدة الداخلية، يعني عفوا المحيط الداخلي. فالمارجين تتحكم في المحيط الخارجي للمربع. بالنسبة للبادين فهي تتحكم في المحيط الداخلي. فلنجرب بادين، أريد 10 بيكسلز مثلا من الفراغ أو المحيط الداخلي في جميع الجهات. لنحفظ التغيير. كما تشاهدون تمت إضافة 10 هنا، 10 10 10. ولنقوم بتغييرها هنا كما تشاهدون. فكلما زدت من الفراغ الداخلي كلما شاهدتم أن النص يبتعد إلى الوسط، يعني يزداد الفراغ هنا. فبطبيعة الحال قاعدة البادين تعمل بنفس طريقة المارجين. يمكن أن تضيف هنا 4 قيم، مثلا أريد 10 بيكسلز في الأعلى والأسفل وصفر على اليمين واليسار. لدينا صفر هنا وعشرة هنا وعشرة هنا. يمكن كذلك إضافة 4 قيم، 20 بيكسلز مثلا في الأعلى، صفر مثلا، أو لنضع 10 على اليمين، صفر بيكسلز في على في الأسفل، ثم 5 مثلا بيكسلز على اليسار. فكما تشاهدون معي هنا أربعة قيم، كل واحدة تتحكم في جزء من المحيط. ودائما الترتيب يكون أعلى يمين أسفل ثم يسار. فلنتحكم بجزء آخر، مثلا الفقرة. بطبيعة الحال سنقوم بإضافة باكس ثم بي، يعني الفقرة التي توجد داخل صندوق باكس. فسأقوم بإضافة بوردر لتكون 1 بيكسلز، خط متقطع داشد، ثم لنختار لون بلاك أو يلو مثلا أصفر. يمكنكم استعمال الاسم أو كود اللون كما قمت بذلك هنا. فهنا 2 بيكسلز. لنقوم بحفظ التغييرات. كما تشاهدون الفقرة تمت إضافة خط يحيط بها. فلنقوم بإضافة المارجين، مثلا أريد أن يكون هناك فراغ أو محيط خارجي بين الفقرة، بين الفقرة والعنوان في الأعلى. سأقوم بمارجن طوب مثلا 20 بيكسلز. حفظ. فما ستلاحظونه هنا أن الفقرة ستنزل ليزداد الفراغ هنا بينها وبين العنوان. بوكس
ثم لدينا البادين كذلك، مثلا لنختار بادين مثلا 10 بيكسلز، يعني المحيط الداخلي. لدينا خطأ هنا، بادين 10 بيكسلز. فكما تشاهدون هنا ازداد الفراغ الداخلي للفقرة. فهنا كلما زدت من حجم البادين كلما زاد الفراغ. فلنختار فقط مثلا 4 بيكسلز. بيكسلز فقط. فلنختار هنا 4 بيكسلز فقط. ثم لدينا التوسيط، يعني لنفترض أنني أريد أن يكون هذا المربع في الوسط هنا. فبطبيعة الحال التقنية التي يتم استعمالها هي تقنية المارجين، وسنرى كيف يتم ذلك. هنا سنقوم بمحو هذه القاعدة، ثم الفلوت بما أننا نريد التوسيط، فسنقوم بإضافة مارجين. تشاهدون معي، في الأعلى والأسفل يمكن إضافة أي قيمة تريدها، مثلا 5 بيكسلز، أريد مارجين 5 بيكسل في الأعلى. لكن هنا أودو تعني أريد نفس القياس على اليمين ونفس القياس على اليسار، وبالتالي سيتم يعني وضع العنصر في الوسط. حفظ. فكما تشاهدون العنصر تم وضعه في وسط الصفحة باستعمال تقنية مارجين 5 بيكسلز. يعني هنا يمكن أن أضع حتى 0، ما يهم هو أن تضع هنا أوتو، يعني أن تكون أن يكون نفس القياس على اليمين ونفس القياس على اليسار. فدعونا الآن نمر لقاعدة أخرى مهمة، وهي قاعدة الإنلاين. فالإنلاين تسمح بالتحكم في طريقة عرض المربعات أو الصناديق، مثلا لعرضها واحد بجانب الآخر. فسأحاول أن أمحو جميع، أو لنقوم بإضافة عناصر أخرى هنا. فأول قاعدة سنراها هي قاعدة الإنلاين، والتي تطبق على البلوكس. يعني لدينا كما رأينا في درس سابق البلوكس، مثل العنوان والفقرة، فهي لا تكون بجانب بعضها البعض. فلو كتبنا هنا بي ثم بي وفقرة أخرى هنا بي، لنقوم بمحو هذه القاعدة هنا. نص مثلا، فقرة واحد، فقرة اثنان، ثم الفقرة ثلاثة. لنحفظ النتيجة ثم نشاهدها هنا. فكما تشاهدون الفقرة واحد، الفقرة جوج، الفقرة ثلاثة، هذه الفقرات كاملة. كما تشاهدون لدينا الفقرة الأولى، عودة للسطر، عودة للسطر. فلنفترض أنني أريد أن تكون الفقرات بجانب بعضها البعض، فسأقوم بإضافة قاعدة بسيطة هنا. لنقوم بإضافة مثلا بي ثم نضيف هنا display، ونختار inline. تشاهدون inline ستجعل هذه الفقرات بجانب بعضها البعض. كما تشاهدون أصبحت الفقرة واحد، الفقرة جل، الفقرة ثلاثة، واحدة بجانب الأخرى. بالنسبة للصناديق blocks div، فهناك طريقة أخرى سنحاول أن أشرح لكم هنا. مثلا div لنختار class مثلا box،
لنعيده، لنعيده 3 مرات. مثلا لنكتب هنا مربع، ثم هنا مربع، ثم هنا مربع. فلدينا 3 مربعات أضفنا إليها كلاس باسم باكس حفظ. فلنشاهد النتيجة أولا، كما تشاهدون سنقوم بإضافة بعض الألوان لهذه المربعات باكس. باكس، فسأقوم بإضافة الويدث مثلا 100 بيكسلز، هايت مثلا 50 بيكسلز، ثم باك جراوند كولور مثلا اللون الخلفي، نضيف أي لون، ثم بوردر 1 بيكسلز سوليد بأي لون كذلك، نضيف إذن هنا، ثم نضيف بعض الفرق بينهما، مساحة مارجين مثلا لتكون مارجين مثلا 10 بيكسلز، لنشاهد النتيجة. كما تشاهدون لدينا 3 مربعات. فلنفترض أن هذه المربعات أريد أن يكون أن تكون بجانب بعضها البعض، يكفي أن أضيف قاعدة display inline block، ثم حفظ. وكما تشاهدون أصبحت المربعات بجانب بعضها البعض. فأتمنى أن يكون الدرس واضح، وللمزيد من الخيارات هناك رابط بالنسبة للذين يشاهدون هذا الدرس على يوتيوب، هناك رابط في وصف الفيديو للتعرف على المزيد من الخيارات ولائحة جميع دروس HTML و CSS. أراكم في الدرس القادم.